هو ايه اللي حصل في الاوضه دي؟ تلاقيك عامل عامله يا استاذ يوسف. عامله ايه بس يا عم حسن؟ انا مش فاهم اللي انت بتقوله ده. قلت لك انا راجل كبرت ومش حمل الحاجات دي. انت من بكره تلم عزالك وتشوف لك مكان تاني. ليه بس يا عم حسن؟ من غير ليه؟ هو ضحي رجع؟ ربنا يكفينا شر، وانا ماليش دعوه بالحاجات دي. زي ما قلت لك تاخد بعضك وتتكل من بكره، وبعدين حتى افضل لك انت وابنك. يعني انت مش خايف عليه؟ خايف. خلاص يبقى دار ما دخلك شر. وبعدين انت ابن حلال وهتلاقي الف من يقويك. ماشي. بابا في حاجة؟ لا يا حبيبي مفيش حاجة، كمل النوم. طب هو ما قالكش اللي جم دول طبع ضحي ولا ايه يعني؟ مش راضي يفتح بقه، شكلهم هددوه. لا اله الا الله. بقولك ايه يا يوسف، انت تسيبك بقى من مكان النبش ده وتيجي تقعد معايا الكام يوم اللي باقيين دول لغايه ما تسافر. امسك دول ال 80,000 بتوع التأشيرة. مش ناوي تقول لي برضه جبتهم منين؟ خلاص جبتهم مطرح ما جبتهم بقى يا ياسين، هقول لك لما ابقى سافر. يعني كل العشره اللي بيني وبينك دي ولسه مش واثق فيا؟ واثق فيك ايه يا دي اهبل انت اخويا يالا. انا بس مش عايز ادخلك في حوارات ودوشه. على فكره من كام يوم كنت مع الريس، روحنا للبرنس. ملعون ابو سيره البرنس، يا رب ياخد 100 اعدام. اعدام ايه؟ اعدام ايه؟ ده الريس نفسه اترفع عنه. ملعون ابوه هو الريس بتاعك، مين الريس يعني؟ انت يا ابني انت بتشرب تطوره ولا مالك؟ سليم درباله، قلت لك 100 مره سليم درباله. الراجل ده مفيش قضيه عقرت معاه. بالك هيديله كام؟ 15 مليون. كام؟ يا ابني كام؟ 15 مليون جنيه وبيحبسني انا عشان فتافيت؟ امال انت فاكر ايه؟ ده بيشتري بيهم دنيوته يا يوسف. ان شاء الله هتحرق بجاز وسخ في الدنيا وهيولع في الاخر. انت دي والله ولا فالك؟ يعني الريس يموت وانا ترمي في الشارع زيك؟ ايه يا عم انا بهزر معاك. ماشي انا الحق بقى اشوف لي مكان في الشارع. يا عم بس استنى بس، ما تقلبهاش نكد يزيد حقك عليا اهو. خلاص 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 ما تكبرش الموضوع. طيب استنى عشان عايز اقول لك على حاجه مهمه. خير ان شاء الله قريت فتحتي الاسبوع الجاي. بتقول ان انا اللي بخبي عليك يا صايع؟ طب ما قلتليش ليه؟ لا انا ما كنتش اعرف. يعني ما كنتش تعرف؟ انت هتتجوز مين؟ هتجوز واحده كده قريبه سليم درباله. تقرب له ايه؟ لا ما اعرفش، انا ما شفتهاش قبل كده. انت رايح تتجوز واحده ولا تعرفها ولا شفتها قبل كده؟ طب ايه اللي جابرك على الكلام ده؟ ايه اللي جابرني؟ يا اسطى الكلام ده للناس عندهم اختيارات. لكن انا ماليش اختيارات يا يوسف. بالك انا قضيتها في الدنيا دي طور في ساقيه. والله كل ما اجي افكر كده اكتشف ان انا ما عشتش حياتي. بقضيها جري، اجري على قضيه، اجري على بلاد، اجري على امي واخواتي. يا لهوي يا لهوي لو الزمن رجع بيا لورا، بالك انا هعمل ايه؟ ايه؟ ولا حاجه. والنبي ما بهزر، مش هعمل حاجه. انا ماليش اختيارات يا يوسف. هو انت اللي بتقلبها حزيني دلوقتي يا ياسين مش انا. بس انا غيرك بقى. انا لو رجع بيا الزمن لورا هسمع كلام ابويا، وعمري ما كنت اتجوز البنت دي. هو انت يا يوسف لو ما كنتش قفشت مراتك مع العيل الظابط ده يعني كنت هكمل معاها؟ كنت هكمل معاها. على الاقل عشان الوقت. كنت هستحملها. يمكن كنت بحبها. لا مش كنت، انت لسه بتحبها يا يوسف. انت عبيط يالا ولا ايه؟ مين دي اللي لسه بحبها؟ اسمع مني بس، انا ساعات بشوفها في عينيك. في عينيا؟ طب ابقى البس نظاره يا اخويا. يا يوسف انت عايز تهرب من حياتك في حد تاني. طب قول لي كده، انت ليه زورت بطاقة الضحي ده؟ وليه مهتم بيه قوي كده؟ عشان انت عاوز تبقى حد تاني.
حتى لو مجرم مش مهم، المهم تبقى حد تاني غير يوسف. يوسف اللي ظلمته واحده ست. بقيت دكتور نفساني انت. ها امسك. ايه دول؟ دول نقطتك يا صاحبي. ايه يا يوسف بس الكلام؟ شرف نفسك قدام عروستك يا مبروك. الله يبارك فيك يا صاحبي. كم دول؟ لا كتير حلوين. سلام. سلام. امتى حصل الكلام ده؟ لا حول ولا قوة الا بالله. انا لله وانا اليه راجعون. لا لا انا جاي لكم على طول. مسافة السكة. كلام ايه ده؟ دي وصية ابونا الشيخ يا حاج عطواني. ايوه بس الدكتور سليم يعرف ايه عن العشيره؟ الا بقى لو ابونا الشيخ قبل ما يموت. انت عاوز تقول ايه يا شيخ عطواني؟ الحاج عطواني ما يقصدش حاجه وحشه يا مولانا، الراجل مستغرب بس. انا مش هسمح لاي مخلوق يعيب في ابونا الشيخ الله يرحمه. وزي ما قال الحاج ابو حسين، دي وصية ابونا الشيخ ولازم تتنفذ. وانا زي ما انتوا عارفيني
مش محتاج منصب ولا حاجة. ومين قال كده بس يا دكتور؟ صلوا على النبي يا جماعة، صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام، صلوا على النبي وما تخلوش الشيطان يدخل بينا. أيوة أنا مش عاوز فتنة، أرجوكم يا جماعة بلاش فتنة. بعد إذنك يا مولانا. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. على البركة. الله أكبر. على البركة يا مولانا. الله أكبر. ألف مبروك يا مولانا، على البركة. ربنا ينور طريقك يا مولانا. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. التوفيق يا مولانا. كلامك ايه يا شيخ عطواني؟ بعد ما مات جمال ابني الدنيا كلها اسودت في وشي. ما كنتش سليم دربالة اللي الناس بتحكي وتضحك عنه دلوقتي، كنت واحد تاني ضعيف حاسس بالذنب، حاسس اني قصرت في حق ابني. ايه بس يا ريس يا مولانا؟ دلعته كتير، دلعته زيادة عن اللزوم لغاية ما راح مني. لا ولا قوة الا بالله، لا مؤاخذة يعني يا مولانا، هو مات ازاي؟ من مخدرات، خد جرعة زيادة. انا خبيت على امه سبب موته عشان تفضل فاكرة إن ابنها كان زينة الشباب، لكن في الحقيقة ابني مات من الإدمان. بعد موته بكام يوم شفت رؤية، رؤية عجيبة، ولقيت نفسي في بيت كبير ومعايا أبويا الشيخ بيقول لي يبقوا الزاوية، حياتك هتتغير. كانت أول مرة في حياتي أشوف رؤية بالوضوح ده. صحيت من النوم زي المجنون بدور على أي حد يفسر لي المنام اللي أنا شفته، لحد ما ولاد الحلال دلوني على أبويا الشيخ ورحت له، وكانت تاني مرة أشوفه فيها. المرة الأولانية كانت في المنام، أول ما شافني قال لي تأخرت ليه يا سليم؟ وما كانش شايف معاني قبل كده؟ ما أنا عرفت منه بعد كده إن هو برضه شاف نفس الرؤية، عشان كده قعد يقول لي أعمل اللي طلبته منك يا سليم. فعلا أول ما خدت الفيلا دي هديت كم أوضة وبنيت الزاوية، بنيتها زي ما شفتها في المنام بالظبط، لا زايدة حجر ولا ناقصة حجر. ومن ساعتها ما فرقتش أبويا الشيخ، كنت بحضر معاه الحضرة اللي بيعملها كل أسبوع، تعلقت بيه أوي أوي زي ما قال لي. فعلا حياتي كلها اتغيرت وبقت سليم درباله. الله يرحمه ويحسن اليه. احنا على ميعادنا الاسبوع اللي جاي يا مولانا. ما عليك في ايه بس ولا في ايه دلوقتي؟ زي ما بقول على ميعادنا الاسبوع اللي جاي. حاضر، اللي ما عليك تشوفه.
قلقانه كده ليه؟ حياتي قلق ليه؟ مش قلقانه خالص. شكلك مستنيه حد. هستنى مين يعني؟ طب عيني في عينك كده. ايه حالة انت فاضيه والله يا ستي؟ ما تسيبيها في حالها، ارحمي امها بقى. ازيك يا طنط؟ ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ تحب اساعدك في حاجه؟ ميرسي. طب والله شكلها مستنيه حد، ما حبكتش دلوقتي. نعم. سلام، ألف حمد وشكر ليك يا رب، ربنا يديمها نعمة ويحفظها من الزوال. عارف يا ياسين، الحاجة سنية دي أجمل طباخة فيك يا مصر، بس اوعى تقول الكلام ده قدام أم جمال، لا تطين عيشتي فأطين عيشتك. بالهنا والعافية يا أخويا، مطرح ما يسري يمري. الله يهنيك يا سنية. ها؟ امال فين لبنى؟ يا مش عايزه تشوف خالها ولا ايه؟ يا لبنى، لبنى استنى ما اقوم اشوفها لك، باين عليها مكسوف. لا لا، روح اديها. يلا شد حيلك، الف سلامه. تسلم يا رب. هتبقى نسيبي يا حيوان. مؤاخذه يعني يا ريس، هي عايزه لبنى دي تبقى بنت اختي؟ لازم يعني؟ لازم يعني. تعال يا لب، تعال يا حبيبي خالو. ايه النور ده، وحشاني يا بيت. بقول لك مكسوفه. ايوه يا عاد يا سلام. بسم الله الرحمن الرحيم، ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. صلى على حضرة النبي حق سنيه عليه الصلاة والسلام. الواد ياسين، الأستاذ ياسين ده، أنا مش هلاقي أحسن منه في الدنيا كلها يخاف على لبنى ويصونها. اللي تشوفه يا أخوي. اللي تشوفه أخويا. وأنت يا لبنى، اللي تشوفه خاله ولا إيه؟ كده؟ لا، يبقى على بركة الله بقى نقرا الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. والضالين آمين. امسك يا ياسين. يلا. ايه يا مالك مبلم كده؟ لا ريس، انا تحت امرك. خد لبس عروستك الدبل. يلا. تعيش وجيب يا اخويا، الهي ما نتحرم منك ابدا ولا من مجايبك الحلوه. تعيش يا سنيه. الله، ايه مالك مرتبك ليه؟ يلا لبسها الدبله والبس دبلتك. اقرأي يا حاجه سنيه. هنلبس الدبل سكتي كده. يلا سمعينا زغروطه حلوه بقى. طب يا قلبي تعبان. مبروك يا عرسان. الله يبارك فيك. اهلا، ازيك يا يوسف؟ ازيك يا انجي؟ اتاخرتوا كده ليه؟ معلش بقى، هيثم كان بيجيب هديه كنزي. ازيك يا هيثوم؟ الحمد لله. يا كنزي فين امها؟ اهي. يلا يا كنزي تعالي. كل سنة وانت طيبة يا حبيبتي. بص يا بص بص على صايع ده. جاب لك هدية هيثم. ها؟ ناخد حاجة بنقول ايه؟ ثانك يو. لا العفو. العفو. اتفضل. العفو على طول. اهلا 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 اهلا. ازي حضرتك؟ شكلك السمك بتاع المرة اللي فاتت ما عجبكش. لا ازاي، ده احلى سمك اكلته في حياتي والله. اتفضل. ربنا يخليك. اتفضل. السلام عليكم استاذ محمود.
جميل انجي في الشغل. اهلا وسهلا يا باشا. اتفضل استاذ يوسف. طبعا انت مسافر خلاص؟ قصدي امتى يعني؟ يعني كلها كام شهر كده هسافر. طب وانتي اخبار سفرك ايه؟ انا خلصت ومستنيه، بس الاجراءات بتاخد شويه وقت. وعرفتي هتشتغلي هنا؟ لا مش عارف، بس في هناك اذاعات عربيه غالبا هقدم على واحده فيهم. وماما هيثم هتوافق يعني ان انت تاخده وتسافر؟ لا مش هتوافق، بس انا هخليها توافق. هو ده مين ده كمان؟ ما انا قلت لك ده اللي كان جاي يشتري الشاليه. ايوه يعني جاي بصفته ايه؟ معرفش. انت رايحه فين؟ يلا يا انجي عشان نطفي الشم. معلش انا اصلي عندي مشوار مهم جدا لازم الحقه. كل سنه وكنزي طيبه. انت طيب، بس حتى هيثم ما اكلش من التورته. هيثم ما كانش عايز يمشي اصلا، بس معلش اتعوض مره تانية. ان شاء الله. باي باي هيثم. باي باي انجي. اتفضلي يا استاذه. اهلا وسهلا. تمام انت اتفضلي يا استاذ. اهلا اهلا وسهلا. ازيك يا مدام سعاد؟ نورتي الدنيا. اهلا اهلا بحضرتك. اهلا اتفضلي اتفضلي استريح. الحمد لله. اهلا وسهلا. شكرا. اتفضلي اتفضلي. بقول لك يا استاذ نركز معاك. استاذ يا احمد ازيك يا حبيبي؟ اهلا وسهلا. اخبارك يا استاذ؟ نورت نورت. اوكي ايه الاخبار؟ اخبارك يا استاذ؟ كله تمام تمام الحمد لله. ازيك يا محمد؟ عامل ايه؟ اقعد كده اهو. تمام. الو كده تمام؟ ايوه. لا انا على الهوا دلوقتي. لا طالع هوا طالع هوا طالع هوا. سلام. والله كان نفسي اجي لك الصالون، بس حضرتك اللي عاملاه حريمي. معلش تتعوض ان شاء الله. ده رقم الشخصي ما بدوش لاي حد. الفقرات زي ما انت شايفه كل شغلنا في الاستوديو التكييف عالي بيكسر الجسم وبيتعب الفقرات. يعني لو تيجي عندي شويه مساج، مش عشاني، عشان الفقرات. سماح. اهلا يا سماح. ازيك يا حبيبتي؟ عامله ايه؟ استاذ سمير حضرتك جاهز؟ اه جاهز. قدامنا قد ايه؟ دقيقه يا ريس. يلا استنى بقى يا اساتذه. يلا مدام سعاد سمي اشربي شويه ميه، عايزين حلقه تطلع حراقه. ها ما تقلقيش، الموضوع هياخد شكل دردشه. الناس عايزه تعرف طارق درغام بياكل ايه، بيشرب ايه، عايش ازاي. ما يهمنيش اذا كان يطلع ملاك ولا شيطان، ربنا عز وجل هو اللي هيحاسبه. المهم الحلقه بتاعتي تطلع حراقه ان شاء الله. يا جماعه جاهزين؟ 30 ثانيه يا استاذ، ستاند باي.
يلا يا جماعة. ميرسي يا سمسم. هي يا أستاذة، أستاذة سعاد جاهزة؟ هنطلع هوا. يلا 5 4 3 2 1 هوا. مساء الخير وأهلا وسهلا أعزائي المشاهدين، وحلقة جديدة من أسلاك شائكة. سمير بسيوني. الفترة اللي فاتت الرأي العام المصري كان مشغول بجريمة القتل اللي راح ضحيتها شهيد الإعلام السيد طارق درغام. سيد طارق درغام جاهزة؟ انزل بيها يا الله. الهوى سبحانه وتعالى أن يتغمده برحمته الواسعة، وبنتقدم لأهل الفقيد بخالص العزاء. النهاردة معانا سبق إعلامي، معانا الشاهدة الوحيدة على جريمة القتل والتي نجت منها بأعجوبة. معانا مدام سعاد، أهلا وسهلا وحمد لله على السلامة. أهلا بحضرتك. بنت أخته؟ بنت أخته؟ آه بنت أخته. ماشي يا عم، العيلة عيلي بقى. وأنت مش مبسوط ليه يا عريس؟ لا ازاي مبسوط طبعا. انا بس يعني شايل هم الشقه، مستحيل يعني اخلي بنت اخته تعيش في اوضه معفنه اللي انا قاعد فيها. بقول لك ايه، مش ودك بنت اخته يبقى خلاص هيظبطك، هيرفع لك المرتب بتاع، هتمشي يعني، انت خلاص بقيتوا نسايا. ماما يا ريس، يا ريس طلع لنا البتاع ده. عرف المرحوم كويس؟ المرحوم كان من اهم زباين الصالون. بس اللي انا اعرفه ان الصالون كان سيدات بس. ده دلوقتي حضرتك، انما قبل ما اشتريه كان رجاله وستات. وطارق بيه الله يرحمه كان بيتردد علينا كتير، وكان في حد معين هو اللي بيعمله المساج. حد معين ما بيغيروش؟ ايوه، الحد ده كان اسمه مايكل، ولما الحد ده مشي وساب الصالون انا اللي بقيت بعمله، وبقى بيطلبني بالاسم. طبعا احب اوضح لحضرتك ان احنا عندنا زباين مهمه ليهم اسم ووضع في المجتمع، عشان كده لازم نعاملهم معامله خاصه. معامله خاصه ازاي يعني؟ يعني كل واحد له نظامه، وطارق بيه الله يرحمه كان ليه نظام معين، واحنا كنا بنحترمه، عشان كده كان بيستريح معانا. ده غير طبعا السريه التامه. اكيد اكيد. طب ايه النظام اللي كان بيطلبه المرحوم؟ المرحوم كان مثلا عنده هوس بالنظافه، كان بيحط صابونتين في الحمام بتاعه، واحدة كبيرة للضيوف واحدة صغيرة بيستخدمها هو، وكان الدنيا ممكن تقوم ما تقعدش لو حد استخدم دي بدل دي. وكان كمان بينبه قبل الجلسة. يوسف طب تحب نقوم؟ استنى يا سيدي، انا عايز اسمع بنت الهرم دي بتقول ايه. في حاجة تانية مهمة عايز اقولها، المرحوم كان عنده ألم في الظهر، عشان كده الدكتور كان طالب منه ان هو يعمل مساج طبي من وقت للتاني. وحضرتك يا مدام سعاد عرفتي المعلومة دي ازاي؟ هو اللي قال. بس اللي عرفه ان طارق بيه الله يرحمه كان كلامه قليل، غير مع اللي بيرتاح لهم بس. طب يا مدام سعاد، المرحوم ما كانش بيجيله مكالمات غريبة، تهديدات بالقتل مثلا؟ وانا اعرف منين؟ انا عمري ما خدت بالي من حاجة زي كده. طب مدام سعاد، ممكن حضرتك تكلمينا عن يوم الجريمة؟ قبل ما اتكلم عن يوم المشؤوم ده، يا ريت تسمح لي حضرتك ارجع. اتفضلي. طارق بيه الله يرحمه كان بيتعامل معايا بطريقه رسميه جدا، يعني كلمه ورد غطاها، بس بعد كده ابتدت معاملته تتحسن وابتدى يتكلم معايا اكتر، لدرجه ان هو كان ساعات ممكن يكلمني بالليل متاخر، وانا طبعا ست متجوزه، فده كان بيسبب لي مشاكل مع جوزي. جوز حضرتك المتهم في جريمة القتل. ربنا يفك سجنه. كاميرا 2 هسند لك على كاميرا 3، وانت خش زوم ان على العينيه بسرعه. طب اشربي اشربي شويه، اشربي شويه ميه، اشربي. انا طبعا كنت بصده، وكنت بحاول دايما اتعامل بطريقه رسميه لحد ما يسافر، وبعد كده حسيت ان الموضوع خلص خلاص، بس الظاهر انه بالنسبه له ما كانش اتنسى. بس احنا يعني سمعنا ان المرحوم ما كانش ليه علاقات نسائيه. قصدي حضرتك انه كان شاذ يعني؟ لا لا، انا ما قلتش كده. هي مدام سعاد،
استاذ سمير طلعنا فاصل بسرعه لو سمحت. بقول لك يا ريس الكلام ده على مسؤوليتي ماليش فيه، هنروح كلنا في داهيه. اداك شيكه سمير. بس ايه يا مدام سعاد ايه اللي انت قلتيه ده؟ شاذ ايه وده كلام يتقال في برنامج هتقفل لنا القناه؟ ايه ده، مش حضرتك قلت لي عايز الحلقه سخنه؟ ايوه سخنه بس مش للدرجه دي. ايه يا مدام سعاد مش ممكن كده، هنخسر العائلات المحترمه اللي بتتفرج علينا، مش معقول. وبعدين هنخش في سين وجيم، مش معقول كده يا مدام سعاد هتقفل لنا القناه، مش ممكن. 20 ثانيه. حضرتك جاهزه؟ 3 2 1. أعزائي المشاهدين، نعود مرة أخرى وأسلاك شائكة سمير بسيوني. قبل ما نكمل حوارنا عايز أقول إننا نكن بكل الاحترام والتقدير لشهيد الإعلام السيد طارق درغام، ولكن في نفس الوقت إحنا عايزين نصل للحقيقة. اتفضل يا مدام سعاد. حبيبي يا ابني ربنا يشفيك يا رب، ربنا يشفيك. ام محمد. نعم يا مدام سعاد. خلاص انا غيرت رايي، هقعد مع هيثم. روحي انت. طيب مش عايزه حاجه اعملها لك؟ شكرا. ربنا يطمنا عليه يا رب يشفيه. أنا كنت هكلمك دلوقتي. معلش أنا قلبي مش مطوعني أسيب هيثم. اللي تشوفيه، بس لسه مدير مكتبه ماشي من عندي، قال لي ضروري تعدي على طريق باشا. طب قلتي له ابنها تعبان؟ قلت له وقال لي ألف سلامة عليه، بس لازم برضو تيجي. الظاهر كده إن في سبب تاني. سبب تاني؟ سبب تاني إيه؟ مش عارفة والله. طيب أنا جاية دلوقتي. باي. مدام سعاد، مدام يوميها جات لي مكالمة دولية، رديت لقيت طارق بيه الله يرحمه، لقيته بيقول لي انا مسافر بكره وعايز اشوفك ضروري. طبعا استغربت، اصله كان بقاله فتره مسافر ومفيش اتصالات خالص. وقلت له ليه، في ايه؟ قال لي في واحده من عندك من الصالون طلعت عملت لي مساج وسرقت الساعه الذهب بتاعتي، ولو ما جيتيش دلوقتي حالا هبلغ البوليس يقفلوا لك الصالون. وبعدين ما صدقتش طبعا، اصل انا حضرتك اللي مشغلاهم عندي في الصالون دول انا منقياهم على الفرازه، وده ما حصلش قبل كده. ورحتي له؟ أنا عايز أقول لحضرتك حاجة تانية كمان. يوميها ابني كانت درجة حرارته عالية جدا، وكان الدكتور لسه ماشي من عنده. ألف سلامة عليه. الله يسلمك. طبعا أنا ما كنتش عارفة أعمل إيه. كلمت جوزي قلت له أصل أنا ما ينفعش أخرج أو أروح أي حتة من غير إذنه. مدام سعاد، عايزين نقف عند الجزئية بتاعة جوز حضرتك دي. دي نسخة من محضر التحقيق اللي اتعمل بعد كاميرا 2 زومين بسرعة على صورة المحضر. ممكن طبعا الناس تسأل احنا جبنا النسخة دي منين؟ هي موجودة على الانترنت. مدام سعاد، حضرتك قايلة في محضر الجريمة ان جوز حضرتك كان في جناح المرحوم قبل الجريمة بشوية. الكلام ده مش مظبوط. بس اهو ده مثبت معايا في محضر التحقيق. وانا بقول لحضرتك يا استاذ سمير النهارده اللي حصل بالظبط. يا بنت الكال، مدام سعاد بعد 10 ايام حضرتك هتروحي المحكمه وهتقفي قدام القاضي وهيسالك عن جريمه قتل السيد طارق درغام بصفتك الشاهده الوحيده. هتقولي ايه؟ اللي بقوله دلوقتي هو نفس اللي هقوله للمحكمه. مدام سعاد، ممكن نرجع للحظه اللي حضرتك رحت فيها عشان تقابليه. ما خفتيش تروح لوحدك؟ خاصة إن زي ما قلتي حضرتك إن علاقتك بطارق بيه بقت أكثر حميمية. أنا أول ما قال لي على موضوع السرقة
الحقيقة ما فكرتش غير في الصالون وسمعته، عشان كده كان لازم أروح. وبعدين يا أستاذ سمير، واحد زي طارق بيه لو اتهم واحدة زي أكيد يعني كل الناس هتصدقه. أكيد. رحت واستنيته في الريسبشن، لقيته بيكلمني في التليفون بيقول لي اطلعي. وطلعتي له السويت بتاعه؟ لما رفضت قال لي لازم تطلعي عشان تشوفي اللي حصل من ورا راسكو. وإيه اللي حصل من ورا راسكو؟ معرفش، أنا استغربت زي حضرتك كده في الأول، بس لما طلعت لقيته مش على بعضه كده. إزاي؟ هو اللي حصل حصل بقى، يعني دي أعراض ناس. إحنا ما نقصدش يا مدام سعاد نشهر بحد، بس حضرتك اتظلمتي وجوز حضرتك اتهم بالقتل، إحنا دورنا كإعلاميين نبين ونوضح الحقيقة. ربنا يسامحني على اللي هقوله ده. أعذرني يا باشا ما بشربش. ما تعودتش هترفض لي طلب. حرق شوية بس حلو. هو كان ماسك في إيده كاس وطلب مني إن أنا أشرب معاه، وأنا طبعا عمري ما شربت خمرة ولا أعرف ريحتها حتى. وبعدين ابتدى يسألني أسئلة غريبة. أنت بتحلمي بإيه؟ عمرك حبيتي قبل كده؟ حاجات زي كده يعني. واتصرفت إزاي؟ تحبي نطلع فاصل؟ أنا آسفة، لما رفضت وحاولت أنزل منعني وهددني إن هو يبلغ البوليس ويقول لهم إن أنا سرقت ساعته. وبعد كده فجأة لقيته بيعيط ووطى بسلم وأخذ جزمتي. ماس جزمتك؟ طارق درغام؟ أيوه. كان بيتحايل عليا إن أنا ما سيبوش وأفضل جنبه. تقضي الليلة هناك؟ أيوه. وبعد كده لما أنا أصريت عرفت، طلع عقد وعرض عليا إن أنا أقدم برنامج عنده في القناة بمليون جنيه. مليون جنيه؟ معاشيك بمليون جنيه يا باشا. مدام سعاد عاوز اقولك ان احنا بعد الحلقة دي هنتهاجم جدا، والصحف هتتهمنا بالكذب، ومش بعيد يرفعوا علينا قضايا. مدام سعاد، حضرتك عندك دليل على صحة كلامك ده؟ العقد هو حضرتك هتلاقي امضتي وامضة المرحوم. يا ريت الكاميرا تبقى معانا شوية على العقد. يلا زوم ان كاميرا اتنين على العقد لو سمحت. ايوة السادة المشاهدين، العقد اهو مع حضرتك يا مدام سعاد، اتفضلي كلنا معاكي. أنا ما عرفتش أعمل إيه، دخلت الحمام عشان أتصل بجوزي، فجأة سمعت صوت دربكة بره. طلعت لقيت الدم مغرق الدنيا، واحد بيجري برا الأوضة. يعني حضرتك شفتي القاتل ولا لا؟ أنا هقول كل الكلام اللي عندي في المحكمة. استنونا الأسبوع القادم وحلقة مثيرة عن نفس الموضوع. أسلك شائكة سمير بسيبون. قلبت الهرمة، قلبت القضية بالكلمتين اللي قلتهم دول. يلا يا عيسو. أنا عايشة ماما. ولا ماما ولا زفت. يلا بنروح على الواد يوسف. رايح فين يا يوسف؟ يا يوسف دي مدام سعاد، صاحبة أشهر سبا في مصر وأحسن واحدة في مصر بتعمل مساج. مش عايزة أقولك يا علي، إيديها تتلف في حرير. أيوة سليم، أنت شفت سمير بسيوني؟ أيوة يا معالي الوزير. طيب سليم،
أنا عايز منك خدمة. أيوة يا سمير باشا، الحلقة كانت بسم الله ما شاء الله رائعة بجد يا متر. اه والله، بس ربنا يستر على القرف اللي هنشوفه من وراها. ده يبقى عليك يا راجل، امال انا بعمل ايه يا زمير باشا؟ المهم بقى الحلقة بتاعت الاسبوع الجاي مش هقصيك، دي هتبقى قبل المحكمة على طول، يعني عايزين نظبط اللي هنقوله كده. وانا تحت امرك يا متر. سلام لي حبيبي، يلا اتفقنا، في رعاية الله، مع السلامة. للأسف يا أستاذ ضاحي مش هقدر أصرفهولك. طب حضرتك لو المشكلة إن أنا ما عنديش حساب هنا عندكم في البنك، حضرتك افتح لي حساب وبعد كده دخل فيه الشيك، مش مشكلة. لازم صاحبة الشيك تكون موجودة. سعاد؟ ماما؟ حضرتك سعاد دي المدام بتاعتي، وهي عندها ظروف صحية يعني تمنعها إن هي تيجي، وزي ما حضرتك شايف هي ظهرت لي الشيك عشان أنا اللي أصرفه. ففين المشكله؟ مش فاهم. للاسف سبب مش واضح عندي. اما الواضح عند مين سعادتك؟ يعني انا اروح لمين عشان يحل لي المشكله؟ مش فاهم. لتعليمات يا استاذ ضاحي. طبعا دلوقتي لو رحت صرفت الشيك ده من بنك تاني هيصرفوه ولا هيحصل مشاكل برضو؟ كل البنوك مربوطه بشبكه واحده عن طريق البنك المركزي. طب والحل ان سعاد تيجي بنفسها هي اللي تصرف الشيك؟ اه، وعن طريق البنك اللي عندك فيه حساب، مش اي بنك تاني. طب ملهاش حل يعني؟ ملهاش صرفه كده للاسف؟ مفيش خالص. ماشي. ازيك؟ ايه ده مال صوتك؟ في حاجه؟ لا 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 مفيش. طب قولي وراك حاجه النهارده؟ يعني ما وريش حاجه معينه. في حاجه؟ طب اعمل حسابك بقى ان انا عازمك على العشاء. طيب اوكي. شكراً كويس يا الهنوش. مش عارفة أشكرك إزاي إن أنت جيت لعيد الميلاد. لا على إيه؟ ده أنا انبسطت جدا. المهم بس إن تكون كنزي عجبتها الهدايا. دي مش شايفاها من ساعتها. الصراحة إحنا عشنا أيام صعبة قوي بعد ما جوزي توفى. بقينا حاسين كده إن إحنا لوحدنا وملناش ظهر. لا ما تقوليش كده. أنتِ باباكي موجود وربنا يديله الصحة يبقى سندك وظهرك يعني. هو انتوا سبتوا بعض ليه؟ سؤال غبي. لا مش غبي ولا حاجه، عادي يعني. انت عارف انا كنت بشتغل في الخليج زي ما قلت لك، وكنت متعود ان انا كل شهرين ثلاثه كده اجي اخطف اسبوع او اسبوعين اجازه.
فمرة تهفيت في نافوخي وقلت أعملها لها مفاجأة ما أقولش إن أنا جاي. وبعدين يوسف؟ أبدا، رحت البيت لقيتها مع واحدة. أنا آسفة أوي والله، ما كنتش متخيلة الموضوع كده، كنت فاكرة إحنا عادية. لا لا لا، مفيش حاجة، بس هي أنا اللي أستاهل يعني، أنا اللي عملت كده في نفسي. كل الدنيا كانت معارضة، كل الناس قالوا لي لا، دي ما تنفعكش، دي مش زيك، دي مش تربيتك وكل الكلام ده، بس ما سمعتش كلام حد. خسرت فيها صحابي وحتى أبويا. أبويا كان مقاطعني فترة طويلة بسبب الحكاية دي، لغاية لما خلفت هيثم جه البيت وساب لي فلوس من غير ما يقابلني ولا يسلم عليا، مع إن أبويا يعني مهوش مليونير، أبويا راجل موظف وعلى قد حاله. ايه اكتر حاجه بتعجبني فيك؟ ان انت على طبيعتك ما بتمثلش. ناس كتير قوي دلوقتي بقى عايشين دور مش دور، متقمصين شخصيات مش شخصياتهم خالص، بس انت مش كده. انا كمان مبقتش عارفه اتكلم مع حد، في حاجات كتير قوي جوايا مبقتش عارفه احكيها ولا لمامتي ولا لبابايا ولا حتى اي حد من صحابي. بحس ان مفيش اي حد بيفهم، يمكن بالعكس كمان بيغلطوا. جوزي الله يرحمه ما كانش بيقرب لي 3 سنين، كان بيتلكك بقى كل شويه ان هو تعبان مشغول، فترة كبيرة قوي مخي بيودي بيجي، مش عارفة هو بيعمل كده ليه. مبقاش أشك في نفسي، قلت يمكن تخنت شوية بعد الخلفة مثلا، شكلي مبقاش بيعجبه، لقى واحدة تانية أحلى. مبقتش عارفة أقول ده لحد، لحد ما قررت أروح لأخصائي نفسي. ما طلبتيش الطلب؟ فكرت، كنتش قادرة أتحمل كلمة من مامتي هتقعد تقطمني وتقولي أنا حذرتك سمعتيش كلامي. مش عارفة أنا بقولك كل الكلام ده ليه، عشان أنتي بتحكي قصتك كأنك بتحكي قصتي، بس من ناحية تانية خالص. هي قصصنا دي بقى لو اتعملت افلام عربي هتبقى 100 100، او يمكن الناس ما تصدقهاش وتقول دول مجانين. انت لما بتخرج بتسيب هيثم مع مين؟ مع اخويا. عندك اخوات؟ مش اخويا يعني، هو صاحبي جدا لدرجه انه ممكن يبقى اخويا يعني. طب ما تبقى تعدي عليا. وانت ناقصه من انت اللي فيكي مكفيكي بقى. لا بالعكس والله هتبسط. ما فكرتش انت كمان تروح لاخصائي؟ الراجل اللي بروح له ده هايل والله، هبقى احكي له عنك لما اروح للمرجع. لا مش قصدي. خلاص تمام انا فاهمه، مش مشكله. الوقت عدى بسرعه، لازم امشي بقى عشان لسه هجيب كنزي من عند ماما. أنا اللي عازمة؟ لا مفيش كلام ده، معلش خليها المرة الجاية. ميرسي.
صباح الخير يا باشا. صباح الخير يا حسام، تعالى. بقول لك ايه، تعرف تجيب لي عنوان اللي اسمها سعاد؟ طب ما تكلمها على الموبايل يا باشا. فالح قوي، ما انا بكلمها من امبارح ما بتردش. وبعدين حضرتك عايزها في ايه؟ هي مش كده كده القضيه بتاعتها هتتنزل كمان كام يوم؟ انت هتحقق معايا يا حسام، عايزها وخلاص. هي موزه الصراحه يا باشا. وانا هتعرف تجيب لي عنوان سعاد ولا لا؟ عنواني؟ طب يعني قصدي يا باشا اصبر عليها شويه. مش عارف اشكرك ازاي يا انجي بصراحه. ما تشكرنيش ولا حاجه، سيب لي انت بس هيصوم ومالكش دعوه. طب مش هتشرب حاجه الاول؟ لا انا مستعجل جدا. انت متاكده ان ما فيهاش مشاكل؟ والله العظيم ما فيها مشاكل. طيب خلاص اسمع كلام طنط انجي، مش عايز شقاوه وانا مش هتاخر عليك. ماشي وانت رايح فين؟ انا قلت لك رايح مشوار. تطمشت بقى. يلا سلام. باي. قولي بقى يا هيسومي تفطر ايه؟ مش عاوز اكل. عايز اكل؟ حطيت لك قروش. مدام سعاد صباح الخير، فاضيه نتقابل كمان شويه؟ شوف يا استاذ ضحي، قبل ما نخلص عاوزك تجاوب معايا على بعض الجمل. بنسميها احنا كاخصائيين نفسيين اختبار الجمل الناصر، عشان اقدر افهمك وبالتالي اقدر اساعدك. انا هقول لك جمله على لسانك، واول معنى يجي على ذهنك تجاوب من غير تفكير. ليه يعني الحكايه دي او لازمتها ايه يعني؟ لو مش عاوز بلاش. لا مش القصد يعني، لو اتفضل حضرتك. جاهز؟ اتفضل. كان نفس ابويا ما يخلفنيش. ما يخلفنيش. علاقات العاطفية. الصاحب الحقيقي. ياسين. معظم اللي حواليا ما يعرفوش اني بخاف من يوسف. يوسف. احيانا مخاوفي بتضطرني اعمل حاجات ما كنتش اتخيل ان انا ممكن اعملها. اكبر غلطه ارتكبتها في حياتي. مش عايز اجاوب على السؤال ده. اكبر نقطه ضعف في حياتي ابني. هكون سعيد لو انت له مستقبله. في رأي معظم الستات ولاد 60 كلب. فكرتي عن الست الكامله امي. ما بحبش الناس اللي بتظلم. لما بشوف راجل وست محسوم بيمثلوا على بعض هكون سعيد لو طمنت على ابني. الحاجة اللي نفسي فيها ومحدش يعرفها غيري معرفش. تعرفش ليه؟ مش عارف ايه الحاجة اللي نفسي فيها. ممكن هو احنا كده خلصنا؟ لا لسه شوية. طب ممكن نأجل الموضوع ده للمرة التانية؟ وفي حاجة يا استاذ ضحي؟ لا لا ابدا مفيش حاجة. هو ايه اللي يخلي حد يغير شهادته في محضر تحقيق رسمي؟ حاجات كتير. حاجات كتير ممكن تخلي الانسان يكذب. زي ايه مثلا؟ زي الخوف، الانتقام، المصلحه مثلا. شكرا يا دكتور. هو في حاجه يا استاذ ضحى؟ لا لا خالص كله تمام. السلام عليكم. عليكم السلام.
سعاد. اهلا يا سياده المقدم. ايه يا مدام سعاد، بكلمك من امبارح ما بترديش عليا ليه؟ اصل الموبايل كان بيتصلح يا شيخ. شوفوا انا دماغي راحت فين، عايزين نتكلم شويه. معلش ممكن ناجلها نخليها وقت تاني؟ لا ما ينفعش، كنت منوره في التلفزيون. انا التوك شو عجبني الصراحه، وسمير بسيوني ده حريف حريف، بيعرف يطلع المعلومه ولا اجدع ضابط مباحث. كل ده كوم بقى، والجزء الاخراني ده كوم تاني، كان هايل. بس عارف انا لما رجعت المحضر لقيت ان الكلام اللي مكتوب فيه غير اللي اتقال في البرنامج خالص. كنت عايزه توصلي ليه يا مدام سعاد؟ يلا يا هيسو. مش عايز. عشان خاطري. مش عايز. انا اسفه يا ربيع. ولا يهمك يا فندم، احنا تحت امر سعادتك. في ايه بس يا حبيبي؟ في ايه؟ اصلا طيب حاضر، هوديك عند ماما. لا انا مش بضحك عليك، هوديك عند ماما حالا. يا جوجو ايه ده، انت خلفتي تاني ولا ايه؟ لا خلفت ايه، كفايه عليا كنزي. ربيع انا لازم امشي حالا. ولا يهمك بقى، هحاسبك بعدين. انت هتمشي؟ اه معلش انا لازم امشي، انا كنت عايزه اقعد معاكي. معلش هكلمك بعدين، انا كمان عايزاكي، هكلمك بالليل. باي حالا. باي باي. يلا حبيبي باي. اتشرفت يا فندم. شكلها كده كانت فرقعه اعلاميه، ولا انت مخبيه حاجه؟ حضرتك عايز من ايه؟ الحقيقه. الحقيقه هي اللي انا قلتها. انا حاسس انك مخبيه حاجه، ولو خايفه تتكلمي قولي لي وانا هحميكي. انا مش خايفه من حاجه. انت غبيه، ما حسبتهاش صح. انت مش عارفه انت مورطه نفسك في ايه. حاسب على الفاظك لو سمحت، وبعدين لو شاكك ممكن تحبسني وتبقى تحقق معايا. مش هحبسك، انا هعمل حاجه تانية خالص. ايه؟ هتلبسني قضيه مخدرات؟ انت هتلبسي في اللي اكبر من المخدرات. سهل عليا البسك اي حرز مالوش صاحب وتروحي ما ترجعيش. بس انا مش هعمل كده، مش سكتي. انا هسيبك تلبسي نفسك بنفسك، بس خليكي فاكره انك لو لبستي محدش هيعيط عليكي، وجوزك المعلم اللي بتدافع عنه دلوقتي اول ما هيطلع هيبقى اول واحد عايز ينتقم منك. سياده المقدم، عاش من شافك يا راجل. اهلا. اهلا بيك. لا مؤاخذه سياده المقدم، زي ما انت شايف كده انا راجل كبير وانت قاعد على الكرسي بتاعي. اه لو تعرف انا بقالي كام سنه بقعد على الكرسي ده. الله، ده انت لسه قاعد. انا كده كده كنت ماشي. سلام يا متر. سلام. ما شربتش حاجه يا سياده المقدم؟ عاوز منك ايه؟ كان بيهددني. استاذ يوسف مقدم شريف. اهلا وسهلا شريف. عارفه يا مدام سعاد، المكان ده كان أول مكان في مصر يقدم جيلاتي. مش مصدقاني؟ لا طبعاً مصدقاك، بس أنا مش فاهمة حضرتك جايبني هنا ليه؟ أنا عملت كل اللي اتفقنا عليه وحضرتك شفت بعينك. لا، إحنا اتفقنا كان إنك تطلعي طارق دلغام شمال، مش بيبوس جزمتك عشان تقضي الليلة معاه. حضرتك بتجودي عليا ولا إيه؟ تنسي ان لسه فيه محكمة وسين وجيم. تفكر ان الكلام اللي انت قلتيه في البرنامج ده هيعدي كده بالسهل؟ يعني ايه؟ انت ما قلتليش كده. انت خفتي؟ وما خافش ازاي؟ ده انا ممكن اتحبس. ايه اللي بتشربيه ده؟ قهوة. قهوة ايه بس؟ كان لازم تسأليني الاول.
يا سعد. نورني يا دكتور. لو سمحت يا متر انا مش عايز اشرب حاجه. خلاص يا سعد هات لنا قهوه. تحت امرك يا دكتور. مدام سعاد لو نفذتي اللي هقوله لك بالحرف هخلصك من كل المشاكل. بس قبل ما نتفق انا ليا شروط. شروط ايه بقى؟ ان شاء الله. هيثم ابني البرنس خطفه، انا عاوزاه قبل اي حاجه. مش مشكله. مش مشكله ازاي؟ اقول لك ابني مخطوف تقول لي مش مشكله؟ اعتبريه رجع. وعايزه 1,000,000 جنيه. ايه ايه كتير على المعلم؟ طب اسمعيني بقى، لانه من الواضح انك مش عارفه انت قاعده مع مين بالظبط. لا انا عارفه كويس. انت مش عارفه خالص. مدام سعاد انا اقدر اشيلك الليله بحلاها. انت بتهددني؟ سميها زي ما انت عايزه. تقدري تقولي لي ايه اللي يخلي طارق درهاب يكتب لك شيك بمليون جنيه وهو ما عرفكيش كويس؟ انا وليه ما يكونش كتب الشيك ده تحت التهديد مثلا؟ بلهاش دي. القاتل ليه سابق؟ القاتل ما شافنيش اصلا يا شيخة. انت عاوز من ايه بالظبط؟ اهو كده نعرف نتكلم. اذا كان على ابنك انا هرجعهولك، انما الشيك ابو مليون بتاع طارق درغام. الشيك ده من حقي سواء شهدت او ما شهدتش. طب جربي كده تحاولي تصرفيه ووريني. هو الشيك مش معايا. مش معاك يعني ايه؟ امال مع مين؟ حضرتك جاي تعطمني. على العموم مفيش مشكله، الشيك هيرجع لي. وايه اللي يخليك واثق قوي كده؟ اصلا انا راجل بتاع ربنا. يعني مكشوف عنك الحجاب؟ لا مكشوف عني البنوك. على فكره انا سجلت المقدم شريف. هو كده. انا تعجبني الست الذكيه. انتي ده انت الشيطان اول ما يشوفك يتنطل من مطرحه ويقول لك اتفضلي يا هانم. كله بتمنه يا متر. الله انت هتشغلي شيطانك عليا ولا ايه؟ انتي سمعت عن واحد اسمه وليد محفوظ؟ هو مش ده اللي شهد على وزير الصحه؟ طب ما انت متابعه. من كام شهر كده كان قاعد على نفس الكرسي اللي انت قاعده عليه ده وليد محفوظ. طلبت منه طلب صغير كده، والله ما فاكر طلبت ايه بالظبط، بس اللي فاكره كويس انه كسفني. كسفني. فين وليد محفوظ دلوقتي؟ الله الله يرحمه بقى. عارفه يا سعاد انا كل ما ببص لك أكني شايف وليد محفوظ بالظبط. أنت تعرفي منين علي الجندي؟ مراته زبونتي، رحت لها مرة البيت وشفته هناك. اشمعنى؟ سعاد ركزي معايا واسمعيني كويس قوي. الكلام اللي هقوله لك دلوقتي هو اللي هيتقال في المحكمة وبالحرف. بالحرف. من غير تجويد. مالك قاعد كده ليه؟ معرفش بابا. بابا زمانه جاي يا حبيبي.
ايه رايك تقعد تتفرج على التلفزيون شويه مع كنزي لحد ما اعمل لكم الاكل يكون بابا جه؟ كنزي ممكن هيثم يجي يرسم ويلون معاكي؟ مش عاوزه عشان خاطري، عشان خاطري. بطل غلاسه، يلا روح. شاطر. بجد يا انجي انا مش عارف اشكرك ازاي. متقولش كده، مفيش حاجه، هو بس قاعد يسال عن مامته كتير، بس ما تقلقش انا اتصرف. طب كويس. طيب اهو اهو وصل اهو. متشكر قوي انجي، ربنا يخليك. مع السلامه. شكرا يا عم اسماعيل. اشكر سبيه، اشكر يا باشا. لا انت عارفني كويس، انا ضاحي صاحب ياسين اللي انت افتكرتني المره اللي فاتت اسمي يوسف. في حاجه يا ضاحي؟ انا كنت محتاج منك بس مصلحه كده. انا مسافر كمان شويه، قدامك نص ساعه بالكتير. انا مسافه السكه ربع ساعه وابقى عندك. سلام عليكم. السلام عليكم يا عم حسن. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا هطلع مشوار كده نص ساعة، مش هغيب، عايزك تفتح عينيك والنبي. لمؤاخذة حصل حاجة؟ ما أنا مش هستنى لما يحصل حاجة يا عم حسن. طيب اطمن اطمن، روح مشوارك واطمن، لما ترجع هتلاقيني مستنيك. ماشي، السلام عليكم. مين؟ أنا ضاحي يا معلم. خش. ما تسيبك من الحلوان والكلام الفارغ ده، خد البريتة احسن، ايطالي الصنع، لا بتسخن ولا بتمنع. دي بكام دي يا معلم؟ ب20. لا كتير والله، بره ب25. انا اللي سايب لك 5. طب ازاي شويه عشان خاطر 19. هم 15. 17 وده آخر كلام. ماشي. كده 17. مبروك عليك. عليكم السلام. بابا بابا
عم حسن، عم حسن هيثم فين؟ انا مش لاقيه في الاوضه. يعني ايه مش موجود؟ ما اعرفش، ما لقيتوش فوق، راح فين الواد؟ حاضر ندور عليه، ندور عليه. كان هنا، كنت سايبه في الاوضه ونزلت، نزلت نص ساعه وقفلت عليه بالمفتاح، رجعت ما لقيتوش. ولما رجعت لقيت الباب مكسور. لا ما كانش مكسور ولا حاجه، والشبابيك زي ما هي مقفله. بتعمل ايه عندك في الدولاب؟ بتعمل ايه؟ كان في واحد بيخبط وانت ما كنتش موجود. تصبح على خير يا استاذ يوسف. ليه كده يا هيثم؟ ليه كده يا اخي؟ وقعت قلبي ليه؟ رايحين مشوار كده. خش. طب وما عليك ناوي تعمل ايه في قضية البرنس؟ قضية البرنس صعبة بس في جيبنا ان شاء الله. مش ده اللي قلقني، قلقني حاجة تانية خالص. خير يا ريف؟ شريف إدريس. ماله؟ هانز نهز وهيبتدي يتعبنا. تحب معنيك نبعت له ضاحي يخلص عليه؟ ايه يا يوسف؟ بتتكلم من ايه؟ من اسكندريه؟ لا انا في اسم الهرم، تعالى طلعني بسرعه. حاضر، بس ساعة الزمن اكون عندك. اسم الهرم. مين اجدد واحد اشتغل هنا في المكتب؟ انا يا ريس. مين الحيوان ده؟ ده سينا يا ريس، بقاله حبه معانا هنا، انما ايه؟ بطاريته ما بتعطلش، ممكن يفضل شغال 3 ايام ورا بعض. تعالى يا حيوان يا جديد، انت عاوزك تنزل تجيب لي 25 كيلو كباب وكفته من عند الخرتيت، عارفه؟ مؤاخذة يا ريس، بعد اذن عليك استأذنك بس امشي النهارده بدري الساعة. ليه؟ واحد صاحب محمود في اسمه عاوز اطلعه. انت اصحابك رد سجون؟ لا لا لا، رد سجون ايه؟ يوسف، يوسف ده اغلى من الغلب. ماشي، بس خد بالك بكرة هتعوض الساعة بساعتين. بكرة بالليل هقابل ضحي على القهوة يا ريس. قلت ايه؟ الحكاية مش بالسهولة دي يا زين. ده ظابط يعني ممكن يقلب الداخلية كلها علينا. استاذ، استاذ، مش انت الجدع بتاع امبارح؟ ايوه معنيك انا. سليمان ياسين، معليك بعد اذن عليك يا باشا، كان ليا عندك خدمه صغيره كده. ايه عاوز ايه؟ واحد صاحبي يا باشا متورط ووقع في عقد معليك. صاحبك رد السجون؟ بريء، بريء والله العظيم بريء يا باشا. وصاحبك ده متورط في ايه؟ جريمه قتل. جريمه قتل؟ تجننت هاد انت؟ امشي غور من قدام، امشي. والله يا باشا يوسف ده بريء. بريء ولا مش بريء؟ هو كان من بيت اهلي يا ريس. يا ريس يوسف ده عامل زي الغريق بس من غير قشاية. وحكايته ايه بالظبط صاحبك ده؟ اللي اوله شرط اخر سعاد، اخر سعاد يا يوسف. صاحبك ده فين دلوقتي؟ سيبنسيون يا باشا. سيبنسيون؟
ايه اللي عرفك بالبنسيون؟ استاذ مصطفى كان بعتني هناك. كيفه؟ ايوه. يوسف صاحبك ده انت بتثق فيه؟ ده صاحبي واخويا من ايام الجامعه، ده انا مضمونه برقبتي يا باشا. انت قلت لي تسكن فين يا ولد؟ انا ساكن قريب هنا من المكتب. شقتك فين يعني؟ شقتي؟ لا يا باشا، هي اوضه كده صغيره في اسطوح. صغيره صغيره هتكبر. المهم الكلام اللي هقوله لك دلوقتي لازم يفضل سر بينا. انت عارف لو انا اتجننت يا ريس؟ انا كنت بحلم بفرصه واحده بس تبص لي فيها. انا دلوقتي فرصه النعمه. الفرصه جات لغايه عندك. و وش صاحبك ده؟ عاوز ايه بالظبط؟ عاوز ابنه. يعني يوسف غريق وابنه هو القشايه اللي بيحلم انها تنجيه. لو ما طلوش نرميله احنا القشايه بتاعتنا. ما تضحكنيش يعني يا باشا، دماغي مش ملحقك. بس شوام شوام، المهم ان الكلام اللي هقوله لك دلوقتي تنفذه بالحرف بالحرف. ازيك يا ياسين؟ تروح لسعاد تقول لها ان جاي تاخد هيثم ترجعه ليوسف. انت عاوز ايه؟ يوسف عاوز هيثم. وتدب معاها خناقه يا رب السما تخليها تركب دماغها. المهم تمشي من عندها وهي راسها بألف سيف ان يوسف مش هيشوف هيثم. بقول لك ما حصلش. بعد كده تروح تبلغ يوسف ان سعاد رفضت ترجع هيثم. عملت لي ايه في موضوع هيثم؟ ما تنطق. قالت لي مستحيل انها تخيل. خلاص يبقى انا هقتلها بنت الكلب وهاخد هيثم. طب ليه يا باشا ده بالمؤاخذة؟ يوسف في اللحظة دي هيبقى زي العجينة اللي تقدر تشكلها زي ما انت عاوز. زي ما انت عاوز؟ لا، زي ما انا عاوز. اقعد. صعبك؟ بالعكس، انت كده بتخدمه بتنفعه بتدب فيه الروح بتوريله مصلحته اللي هو مش شايفها. صاحبك يا ابني كان كده كده ميت، احنا بأمر الله هنحييه. يعني مالك هتدافع عنه بجد يا باشا؟ مش لما نشوف انت هتعمل ايه الاول. يوسف في اللحظة دي هيبقى مش في وعيه، تقدر تزرع في دماغه أي فكرة. احنا ياما شوفنا يا ابني ياما. المهم ان الظرف ده يبقى قدام عينه وبسرعة ما يفكرش لحظة. ومن يا ريس لبسني الجزمة. ماشي.
ايه مالك؟ سمعت كده ليه؟ في ايه في ايه؟ انت باين له يا ريس. باين له ايه؟ جهاز تسجيل. تسجيل؟ يا ابني اللذينة! مش غيره يا ريس. مين؟ مصطفى. تيفا؟ لا يمكن تيفا يعمل حاجة زي دي. ده بيشتغل معايا بقاله 15 سنة وزيادة. أيوة يا ريس، بس من ساعة ما حضرتك خدتني تحت جناحك وهو بيغل وصنف ده كده، طول ما هو في الصورة يلحس طراب جزمتك، أول ما تديله ظهرك يغدر بيك. لا 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 يمكن، لا مش تيفا. هو صحيح ما عندوش مبدأ، لكن مخه لا يمكن يوصله لحاجة زي دي. العاملة دي عاملة واحد قلبه ميت وعنده خيال. رحمة أمي ما هسيبك. انت عايز تلعب معايا على المكشوف؟ العب. أنا هعرفك من هو سليم دربالة. ومين ده يا ريس؟ يوسف تفضل تفضل يا ابني. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. هيثم تفضل يا هيثم. ولا تعالى تعالى انت مكسوف يالا ولا ايه؟ ده جدك يا خش. تعالى حبيبي. بسم الله مش تخايف حبيب جده يا حبيبي. لا بابا انا كنت محتاج منك خدمه كده. محتاج فلوس؟ لا 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 ربنا يخليك، مستوره والحمد لله ما تحرمش منك ابدا. انا بس كنت عايز اسيب هيثم عندك هنا كام يوم، لان انا مسافر سفريه شغل ومش هينفع اخده معايا. هيثم في عينيا، يا ريت يقعد معايا العمر كله. ربنا يخليك. اخبار شغلك ايه يا يوسف؟ ماشي الحمد لله زي الفل. هيثم ما تكشرش كده، انا هسيبك هنا كام يوم عشان انا عندي شغل. خدني معاك. مش هينفع، لو كان ينفع كنت خدتك. انا عذر احمد. انا بقول لك حبيبي مش هينفع، معلش. وكده كده جده هيدلعك ويجيب لك لعب وهيخرجك كمان. ماشي، ما تعيطش بقى. هو في راجل بيعيط؟ ها تعال. لا ما تعيطش ما تعيطش، ما تزعلنيش منك. فولة وانقسمت نصين. هيثم شبهك وانت صغير بالظبط. المهم لما يكبر يابا يبقى شبهك انت. انت كويس يا يوسف؟ اه يابا تمام زي الفل، مفيش اي حاجة. على ابوك ياض صحيح لما يتقابل كل فين ومين، لكن انا حافظك كويس. طمني فيه. انا سافر. سافر كمان كم يوم كده هاخد هيثم ونسافر. هتسافر فين يا هطلع ابو ظبي عند عيشة. هتسيبني انت كمان وتسافر زي اختك؟ ما انا حصلت لي مشاكل الفتره اللي فاتت دي وخلاص ما بقاش ليا عيش في البلد. هبقى احكي لك على كل حاجه بعدين. المهم خلي بالك انت من هيثم. هيثم في عينيا يا ابني. خلي بالك انت من نفسك يا يوسف. بقول لك يا بابا، والنبي تسامحني على كل اللي عملته في حقك قبل كده. ما تقدمش عليها المواجع يا يوسف، وما تحملش هم هيثم. أنا سمعت اللي حصل ليكي ولجوزك واتضايقت جدا الحقيقة. الموضوع على بعضه يضايق يعني. مسكين طارق كان صديق عزيز،
ما كانش المفروض حياته تنتهي النهايه الماساويه دي، بس هنقول ايه، ادي الله وادي حكمته. الله يرحم. بس اللي ضايقني اكتر اللي حضرتك قلتيه في البرنامج، برضو الميت ليه حرمه يا مدام سعاد. انا قلت اللي حصل حضرتك. هو حضرتك كنت تعرفي المرحوم طارق كويس؟ ايوه كويس قوي. يعني انا مش فاهمه حضرتك تقصد ايه بالظبط. اصل اللي اتقال في البرنامج كان غريب عليا قوي. غريب ازاي؟ يعني هو طارق كان هيبوظ جزمتك عشان تباتي معاه؟ مدام سعاد تأكدي ان اي حاجه هتقوليها مهما كانت هتبقى سر منا. الحقيقه انا كنت فاكره ان حضرتك جايبني هنا عشان تتكلم معايا في موضوع السبا. انا كنت قايله الفكره للدكتوره نهال وكانت عجبتها جدا. كنت قلت لها ان ممكن نفتح فرع السبا بتاعي في المستشفى بتاعت حضرتك، وده يكون خدمه بنقدمها للعيانين بعد العلاج الطبيعي. اتفضل حضرتك، الفلاشه دي هتلاقي فيها فكره عن الموضوع كله. ليه لا؟ هو انت عملتي مساج لطارق كذا مره مش كده؟ ايوه. حضرتك انا مش فاهمه حضرتك عايز توصل لايه بالظبط. يعني انت عمرك شفتي ستات داخله خارجه عنده؟ مدام سعاد سليم دربالة صاحبي وقايل لي على كل حاجه. طيب انا هجيبها لك على بلاط. طارق كان شاس؟ نعم. من فضلك ردي علي. وانا اعرف منين حاجه زي دي يعني؟ صدقيني مدام سعاد، انا وانتي وجوزك ودرباله يهمنا جدا ان طارق يطلع شاس عشان نعرف ننام ونستريح. معالي الوزير، معلش انا اسفه حضرتك، انا مضطره استاذن، اصل عندي ميعاد مهم جدا. من فضلك تجاوبيني. وانا بقول لحضرتك انا عندي ميعاد، معلش انا اسف. وانا مش هسيبك تمشي لما تجاوبيني. جاوبيني، طارق كان شاس ولا لا؟ انا مش فاهمه حضرتك عايز توصل لايه. طيب نهال مراتي انا شفتيها عند طارق؟ يا سيادة المقدم. أهلا. اقعد يا شريف. في حاجة ساعدتك عليها؟ سليم بيه بيشتكي لي منك. مني أنا؟ ليه حصل مني حاجة؟ بيقول لي إنك أنت مركز معاه في الفترة الأخيرة. مش فاهم حضرتك مركز معاه إزاي يعني؟ أنا أقول لك يا شريف بيه أنت مركز معايا إزاي؟ انت رحت للبرنس في السجن مش كده؟ وده يضايق سعادتك في حاجه؟ خالص، ده سمح الله، بس في كلام اتقال حبيت اتاكد منه. البرنس قال لي انك شاكك في ان انا ليا ضلع في قتل وليد. افهم كده ان حضرتك بتوجه لي اتهام رسمي؟ خالص، ده سمح الله، انا اكيد بس عشان ما يبقاش في حاجه في النفوس، انت فاهمني طبعا. وانا عشان كده انا جيت لحضرتك النهارده عشان ما يبقاش في حاجه في النفوس. طبعا سيادتك عارف ان انا طول العمر على علاقه طيبه جدا بالداخليه، ومش عايز اي سوء تفاهم ياثر عليها. اكيد. طيب استاذن انا بقى. طب مش تستني قهوتك يا متر؟ لا معلش، اصلي بيني وبينك عندي ظرف اسود في المكتب. خير؟ خير ان شاء الله. واحد دخل مكتبي.
مكتب سليم دربالة وسرق منه أوراق مهمة جدا. تخيل سعادتك، تحب أبعت حد مع حضرتك؟ لا 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 مفيش داعي خالص، أنا اتصرفت خلاص. أصل الحمار ما يعرفش إن أنا عندي كاميرات جوه المكتب لقطته. أستأذنكم. شوف وشك بخير يا بطل، ما تخلي سعادتك. نورتنا يا باشا. الله يخليك متشكر. في حاجة يا شريف؟ لا سعادتك فيش حاجة. يبقى خد بالك لما تكون بتتعامل مع واحد زي دربالة. هو كان عايز ايه سعادتك؟ ما قالش حاجة زيادة عن اللي اسمك. غريبة. عن إذن سعادتك. اتفضل يا شريف. أنت عملت ليه في موضوع ياسين؟ ياسين مين؟ يا بني آدم أنا مش قايل لك ياسين ده اتحط تحت مراقبة. طب والله العظيم حضرتك ما قلتليش حاجة. أنت بتكدبني يا حسام؟ فين يا حسام؟ وأنا كل حاجة لازم أعملها بنفسي؟ حاضر يا باشا، حالا يا باشا. عاوز شقة يتجوز فيها ليه بقى؟ ان شاء الله كنت خلفت ونسيته. ماشي ماشي ماشي، هجيب له شقتين يفتحهم على بعض. المهم القضية يا باشا هنعمل فيها ايه؟ عاوزك تنفذ اللي هقوله لك دلوقتي بالحرف من غير تفكير ولا تجويد. وانا من ايدك دي لايدك دي يا باشا. سعاد مالها بنت الهرمة دي؟ هي بنت الهرمة دي محتاجين شهادتها في المحكمة عشان البراءة، بعد كده يبقى اقتلها وتجينا عشان اطلعك منها، مفيش مشكلة. أنا ظبطت مع سعاد إيه اللي هتقوله في المحكمة، الدور الباقي عليك أنت. أنت كنت عند طارق بتعمل إيه؟ أنا قلت لك يا باشا كنت بعمل إيه عند طارق باشا؟ في المحكمة. في المحكمة يا معلم. ركز معايا وما توجعش قلبي. هتقول إيه قدام القاضي في المحكمة؟ كنت عند طارق بتعمل إيه؟ كان مشاركني في حتة أرض في الطلبية. طارق رهاب اللي كان بيلعب في نص مليار دولار على الاقل هيشاركك انت في اراضي وضع يد وعمارات بدون ترخيص وفي الطلبيه. ولا الطلبيه يا باشا، انت عارف متر الارض في الطلبيه واللي حواليها في البني وكعبيش وصل لكام دلوقتي؟ كام؟ 3000 جنيه. لا والله. اه لبسني جاكيت يا خميس. طب اقول له ايه؟ طارق درهام سمعته مش ولا بد شمال وبينظم حفلات مشبوهة، انت في مرة من المرات نظمت له حفلة من دول. بس كده الناس هتاكل وش. الناس تاكل وشك ولا الحبل ياكل رقبتك؟ عموما براحتك. لبسني جاكيت اخير. على فين يا متر؟ معلش ابوك بيهزر يا ابني. خلاص بقى كبير بتنظم له بتزبط له، المهم ما تلزقش. اخلص انت. وبعدين عايزك تقول كمان انك كنت عارف ان سعاد مراتك عند طارق عشان محدش يقول بقى انك كنت غيران وندخل في قصة جريمة شرف. بس كده نحبها اوراني 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 يا كبير، المهم نطلع منها. اوراني اوراني يا ابني اوراني. مقبولة منك يا كبير. اوراني ما فيهاش مشكلة، اوراني مش تهمة، اوراني هتطلع منها براءة. اللي بيقولوا خميس صح. الشتيمة ما بتلزقش والناس بتنسى بعد ثواني، ومحفوظ قال آفة حارتنا النسيان. هو وليد قال كده؟ وليد مين؟ نجيب محفوظ مش وليد محفوظ. طب وأكرم؟ سهل. وبتوع الأمن اللي شافوني في الباركن؟ ده سهل. والطبنجة؟ متظبطه. عارف يا خميس هتعمل ايه؟ عارف يا متر. شكلك هتضيعنا بشعرك ده عشان هزربط، بس البرنس يطلع منها. طيب المهم تنفذ كل اللي قلتلك عليه والنهارده بالكتير. امين يا متر. انت واثق في الجرع ده؟ ده خميس ابن ودراع اليمين. هو ده اللي قلقني.
مساء الخير. مساء الخير يا فندم. غرفة 6000. تحت أمر حضرتك. اتفضل يا حضرتك. بس ما احسك. انا مش حذرتك قبل كده وقلت لك لو خليتي بيا هخرم نفوخك. ها تعوز مني ايه؟ كنت عند الزفت اللي اسمه دربالة بتعمل ايه؟ انت عرفت مكاني ازاي؟ انت كنت عند الزفت اللي اسمه دربالة بتعملي ايه؟ ليه ونص كنت بتتفق معاه على براءة البرنس مش كده؟ وهو برضو اللي لقنك تقولي ايه في البرنامج. ها؟ ناوي تشهدي على مين يا سعاد؟ بقولك ايه؟ انت مالكش قول عليا؟ لا خلاص وقعت من الاخر. الشيك ما تصرفش. وايه اللي خليك واثق قوي كده؟ أنا راجل بتاع ربنا. يعني مكشوف عنك الحجاب؟ لا مكشوف عني البنوك. شيك مش هتصرف. خلي بقى تصرف نفسك. ايدك انت دلوقتي محتاجني. لازم بالنص. يوسف ما تيجي نصرف الشيك وناخد الفلوس ونهج في اي حته. يا رب يا هيثم. الفلوس دي لا بتاعتي ولا بتاعتك. الفلوس دي بتاعته هو. يلا عشان ما تتأخريش. لو سمحت انا عندي شيك عايز اصرفه. اوكي اتفضل. بس ده مبلغ كبير قوي. كان حضرتك لازم تبلغيني قبل ما تيجي. وبعدين احنا كلنا نص ساعه هنقفل. معلش اصل حصل لي ظروف. طب حضرتك ممكن تيجي بكره بدري؟ لا مستحيل انا عندي طياره كمان 3 ساعات. طب اوكي اكلم مدام امل مديره الفرع وارجع لحضرتك. مدام امل يعني هي ما تعرفش انها لازم تيجي بدري شويه؟ تمام اصرفه لها. طب حضرتك استريحي قبل ما اجهز لك المبلغ. فاضل كتير؟ لا خلاص انا فاضل 100,000. ماشي.
لسه فاضل شوية بس. ايوه مدام عامل، احنا عندنا مشكلة صغيرة. انت متأكد انه نفس الشيء؟ طب عطلهم شويه ما تصرفوش لحد ما ارجع اكلمك تاني. ايوه يا باشا. معلش بس عندنا مشكله صغيره كده، سعاد جت تصرف الشيك. لا مش لوحدها، معاها يوسف. الشيخ ده ما تصرفش، لو اتصرف هعتبرك انت المسؤولة، فاهمة؟ تمام يا باشا، اكيد مش هيتصرف، تحت امر حضرتك. ايوه مدمان، يلا هنمشي. نمشي بس بيصرف الشيء. بقولك يلا يلا. مش حد يقولك لما اعرف هتعمل بيه ايه؟ يعني مش هتديهوني؟ هاتي الشيك بقولك. ايه؟ هاتي هيتقطع. خليه يتقطع، مفيش سيفت. اسمع، انا مصبرني عليك لغايه دلوقتي هو الشيك، ما تخلينيش افرتك دماغي. خلصي. بكره بالليل هقابل ضحى على القهوه يا ريس. قلت ايه؟ عايزه فين امال؟ سبته عند ابويا كام يوم كده. حصل حته دي حوار من كام يوم، الريس كان هيطربق الدنيا. ايه اللي حصل؟ اكتشفنا جهاز تسجيل في مكتب الريس. يا راجل بيني وبينك انا شايف في واد مصطفى، انا شغال معانا في المكتب، صفوعي واطي قوي. مصطفى ده اللي زارني عنده قبل كده وقلت للريس، بس قال لي لا كيف ما يعملهاش، تقولش متجوزه عرفي. بس انا مش هسيبه، وحياه الدنيا ما هسيبه، لا سامح في اي حاجه الا اكل عيش. بس برضه الراجل بتاعك ده تلاقي عنده خساره الدنيا. اكبر محامي في بلدك، الكبار كلهم لاجئين عنده، اكيد مش الغسيل بالوسخ قدامه. ليك عندي خبر جامد. أرجوك أنت عشان بتاعتك مقصرة مني كتير. بتكلم بجد؟ هوصل معاك ولا إيه؟ حبيبي ياسين والله فرحتني. الحمد لله. طب كمل جميلك معايا بقى، أنا عايز منك خدمة تانية. قول يا أخويا ما هتجملي. عايزك تاخد لي ميعاد مع اسلام دربالة. عاوزه فيها يوسف. فيها يا سيدي؟ مالك اتخضيت كده ليه؟ عايز اساله على حاجه. اتخضيتش ولا حاجه يعني، بس عاوزه في ايه يعني؟ هو مشغول قوي اليومين دول في قضيه البرنس. طب ما تريحني وتقولي عاوزه في ايه؟ موضوع كبير، ولو قلت لك هيبقى خطر عليك. ماشي يا اخويا.
رشيت على المراقب دلوقتي غير المدة الكبيرة. اخلص. حاضر يا يوسف. ربك يسهل حاول، بس ما وعدكش يعني. لا. أنت هتوعدني وهتجيب لي ميعاد مع الراجل ده. وإن شاء الله ربنا هيسهل. ربك يسهل يا يوسف. ربك يسهل. رد يا ريس انا في عرضك. امال فين هيثم؟ انا هيثم وديته عند ابويا شويه او يرتاح مني. حرام عليك. سيادة المقدم مدام انجي. اهلا زي حضرتك. اهلا وسهلا.